النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مرض الكبد الدهني. والحقيقه ان مرض الكبد الدهني يعد هو المرض الاكثر انتشارا من بين امراض الكبد، يعتبر احد الاركان الرئيسيه لمتلازمه الايض اللي بتشمل ارتفاع نسبه السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبه الدهون او الكوليسترول في الدم وايضا السمنه. الحقيقه ان مفيش سبب مباشر للكبد الدهني غير ترسب الدهون داخل الخلايا الكبدية الناتج عن هذه الأمراض أي متلازمة الأيض، وبالتالي كل الخطط العلاجية الموجهة لعلاج مرض الكبد الدهني بتشمل التحكم في نسبة السكر في الدم وتحكم في ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول والدهون في الدم وأيضا تخفيض الوزن لعلاج هذا المرض وهو الكبد الدهني. النصائح اللي عايزين نوجهها لجميع المرضى ان لابد من تقليل نسبة الدهون والكوليسترول في الأطعمة، وكذلك خفض الوزن بقدر الإمكان لتقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني. صحتكم أمانة في أعناقنا.